عشان لسه هنعمل بقى مشاركة للشاشة ونشوف القصة ماشية ازاي. الو، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اتاكد بس ان الصوت واضح وشغال عشان احنا هنعمل مشاركة للشاشة دلوقتي كمان. مش هيبقى موضوع الصوت بقى ومشاكله. طيب، هو عموما المؤشر الصوت عندي عمال يدي احمر وبرتقاني، فبعمل ساوند تشيك. ساوند تشيك ممتاز يعني. تمام، مايكروفون تمام، كل حاجة تمام. طيب، حد سامع؟ لا يوجد صوت. وصل الصوت؟ تمام. نعم. طب ممتاز، خلاص، اوكي، تمام. والشاشه تمام، شغاله وكله تمام. طب تمام، نرجع تاني بقى لموضوعنا عشان ايه ما نطولش على الناس. فبعد الترحيب طبعا من كل الناس، عايزين نتكلم النهارده على فكره حجم التداول والتجاره بحجم التداول. طبعا الموضوع ده كان يعني مثير جدا للأهمية، لأن أنا أول لما اشتغلت بيه ونزلته في المنتديات وكده، فعمل صخب، لأنه ما كانش حد عارفه، أو ما كانش حد عارف وضع حجم التداول بالأسلوب اللي إحنا بنشتغل بيه. النهاردة إحنا هنقدم عن دورة. الدورة ديت هتكون طبعا مع أكاديمية بي برو تريدر، مع مدرسة
بي اس اي بي اس اي سكول. فطبعا هو اسم الدوره اسمها بي اس اي اختصارا لاسم الاسم الاجنبي بتاعها اللي هو فوليوم سبريد اناليسيز، اللي هو تحليل كميه التداول مع مدات الاسعار. فاحنا استعرضنا طبعا بالاسم العربي اللي هو حجم التداول او التداول باحجام او كميات التداول. فهنبدا في التقديم للموضوع بان احنا هنتكلم في اول حاجه على ايه هي او ما ان حجم التداول واهميته في الاسواق. طبعا انا لما بتكلم على الاسواق مش بت يعني بتكلم على جميع الاسواق، سواء كانت عملات، سواء كانت بضائع، سواء كانت اسهم، اي نوع من انواع الاسواق. حتى لو جبت اي سوق لاي سلعه ما انت فكرت ان انت تتابع المعلومات بتاعته، زي مثلا انت بتتابع سلع معينه زي الشاي، سلع معينه زي السكر. الويبينار متسجل، امتى هينزل؟ تقريبا بعد ما هنخلص الويبينار على طول ان شاء الله، يعني هينزل الويبينار. تمام؟ ف اي سلعه انت ممكن تتابعها عن طريق ان انت تجيب البيانات السعريه بتاعتها. لو افترضنا ان انت بتتابع مثلا سلعه السكر او حاجه زي كده، فبتجيب البيانات السعريه بتاعتها. بالمناسبه يعني السكر والشاي والسلع دي اصلا لها بورصات تداول، يعني بيتم التداول عليها. الله يخليك يا تامر. تمام؟ فانا عايز اضرب مثال يعني بان اي سوق تستطيع ان انت تجيب بياناته من اسعاره اللي هي في الماضي، اللي هي الهيستوري بتاعه او التاريخيه، مع الكميات اللي تم التداول عليها، وتستطيع ان انت تحط الكميات مع الاسعار ديت، هتقدر تتنبأ بكفاءة عالية جدا ممكن ايه اللي يحصل في الاسعار في الايه في الفترة القادمة. وبالتالي اثار مشكلة كبيرة قوي في الفوركس، ولا ما ينفعش في الفوركس؟ طب احنا عارفين ان في الاسهم مظبوط، عليكم السلام ورحمة الله محمد، وعارفين ان هو مثلا في السندات مظبوط، عارفين ان هو مثلا في البضائع مظبوط، علشان الموضوع اللي هو بتاع المركز اللي بيكون طالع منه الاسعار او البث المباشر، وبالتالي تبقى كميات التداول حقيقيه. طب خلينا بقى نتكلم تاني بسرعه في الموضوع ده، ونرجع نقول تاني في حجم التداول في الاسواق اللي هي ما فيهاش سنتر للتداول او للاسعار، اللي هي زي فكره العملات. واحد يقول لي طيب اوكي، ما عند كل بروكر او كل واحد عنده فوليوم مختلف. جميل جدا، انا هثبت لك بقى في الدوره دي ان انت تستطيع عند اي بروكر انت تختاره بنفسك، ويكون هو ده الداتا فيد بتاعه او البث الحي المباشر بتاعه بالكميه بتاعته بشكل الاسعار بتاعته، ان انت تقدر تتنبأ بنفس الحركه اللي ممكن تيجي، اللي ممكن يكون واحد تاني بيتنبأها عند بروكر تاني. السبب في ذلك هو الاتي، هضرب لكم مثال بسيط. لو احنا افترضنا ان سوق الاسهم له مركز معين اللي هي البورصه، بيطلع منها الاسعار، وبالتالي جميع العمليات بتتسجل بالكميات بتاعتها بالاسعار بتاعتها. ده مركز يعني يعتبر مركز متوسط. اهم حاجه بس لو فيش صوت على طول نقول ما فيش صوت، لان انا شايف ان الدنيا هنا كويسه جدا والمؤشر مديني اخضر والحياه جميله يعني. تمام؟ فهنيجي نعمل نفس المثال ده بالنسبه للفوركس. لو افترضنا ان الاسهم ليها مركز معين بيطلع منه الاسعار، بيطلع منه الكميات. جميل؟ البروكرز هيبقوا نفس الفكره. ليه بقى؟ احنا بنتكلم على حجم التداول اللي هو المفروض ان التجار الكبار اللي هم اللي احنا بنسميهم المحترفين بقى، او سمارت ماني، او سميهم زي ما تسميهم. تمام؟ بيبقوا كلهم عباره عن بني ادمين زينا، ما هماش مثلا ناس جايين من بره او ناس جايين مثلا من الفضاء، هم عباره عن بني ادمين بيخضعوا لنفس الفسيولوجيه بتاعتنا، لكن هي الفكره بس ان هم عرفوا ازاي انهم يمشوا مع فسيولوجيه البيع والشراء. مشكله المتاجرين الصغيرين انهم واخدين الاسواق على اساس انها ما هي الا عباره عن مثلا مشاهده بصريه، اللي هو عباره عن قدامه شارت عليه شموع، الشموع دي بتطلع يبقى السعر بيطلع، الشموع بتنزل يبقى السعر بينزل، ما عندوش فلسفه البيع والشراء. على الرغم من ذلك ان هو كانسان في حياته الطبيعيه لما بينزل يشتري حاجه او يعني يروح يجيب سلعه او يعمل يتبضع من مكان معين او يتاجر بطريقه معينه في ملابس او اي نوع اخر، بيعمل نفس اللي المفروض يعمله في السوق. فما يجيش يعمله في السوق، يعمله بره السوق. يعني انت واحد النهارده التاجر بتشتري والاسعار رخيصه وتبيع والاسعار غاليه، واحد بيتاجر في اي سلعه ما في الملابس مثلا، بيشتري ملابس دي رخيصه من مكان يبيعها في المكان ده هو مثلا غاليه بهامش الربح بتاعه. تمام؟ هنا هو لا شايف شرط ولا شايف اي حاجه، هو بيتعامل بالايه؟ بيتعامل بالنفسيه بتاعته، ان هو كاي اي انسان بيشتري حاجه رخيصه يبيعها غاليه عشان يكسب فيها. يجي هنا بقى عند الاسواق بالذات يعمل عكس ما هو بيعمل في الحياه الطبيعيه. بدل ما يشتري وهي الاسعار بتنزل او هي منخفضه، يشتري والاسعار بتصعد.
كأن صعود الأسعار بالنسبة له هو المؤشر الوحيد لأن الأسعار هتستمر في الصعود. هو ده الفرق ما بين التجار اللي هم الكبار اللي بيشتغلوا بنفس الفلسفة والفسيولوجية بتاعت الشراء والبيع، وبين التجار الصغيرين اللي واخدين الأسواق دي على إنها شموع ومؤشرات وأنواع مؤشرات تحت وحاجات بتمشي مع بعضها وتقطع وتروح، يبقى يعمل كده والشمعة لازم تطلع تقفل فوق والكلام ده كله. الكلام ده كله طبعا مش صحيح. هنستخدم نفس الفسيولوجية الطبيعية اللي هي بيستخدمها أي إنسان في عملية الشراء وهو رخيص، البيع وهو غالي. مش هتشتري وهو غالي وتبيع وهو رخيص، غلط. دي اللي بتخسر الناس. طيب ايه الادوات بتاعتك في هذا المجال اللي هو حجم التداول؟ عشان كده هنقول ان حجم التداول المصدر الوحيد لمعامله الاسواق، ونرجع تاني لموضوع الفوركس. هنقول بقى ان الناس اللي هم التجار الكبار دول موجودين حوالينا، ممكن يكون طبيب، ممكن يكون تاجر، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون اي مهنه في الدنيا، وكل مهنه فيها المحترفين بتوعها اللي بيبقوا عارفين خبايا المهنه ماشيه ازاي. فلو احنا افترضنا ان الناس دي كلها متوزعين على 10 بروكرز مثلا، فهل اللي هو التاجر اللي هو المحترف ده هنا او اللي هو الكويس ده هنا هيختلف عن البروكر واحد او الف عن نفس واحد تاني عن البروكر ب؟ الاثنين بيستخدموا نفس المبدا في التجاره. وبالتالي هنا اللي انا عايز اوصله ان كل بروكر لوحده بمجموعه الناس اللي منضمين ليه يحتووا على ناس من هم التجار الكبار بيشتغلوا بنفس الطريقه. علشان المبدا واحد في كميات التداول والاسعار واحده في كميات التداول برضه، هتجد ان كل بروكر يمثل ليك انت بالذات لو انت شغال عليه، تمام، هو ده المركز الرئيسي بتاعك. يعني اللي انا عايز اوصله انت لو اشتغلت على اي بروكر وعرفنا ايه هي المبادئ الاساسيه اللي بنقدر نربط بيها الكميات مع الاسعار عشان نقدر نعرف الناس الكبيره والتجار الكبار دول بيتحركوا ازاي وعايزين يعملوا ايه على اي بروكر، فانا هعزل نفسي عن كل البروكرز وهشتغل مثلا مع البروكرز سين. سين ده يحتوي على مليون مضارب، يعني مشتركين معاه مليون مضارب، منهم على الاقل 100 150 الف او نصهم او ثلث ارباعهم او 70% منهم او 80 90% منهم محترفين بيشتغلوا بالفلسفه بتاعت الشراء والبيع الصحيحه. يبقى اذا لما هم يعملوا انشطه معينه في صوت كده رجع، تمام. طب بص، شوف شوف يا شباب بقى، هو المشكله في الصوت تقريبا هو من الموقع، لان هو بيبقى عندي هنا مؤشر للصوت بيبقى لونه اخضر وبعدين يقلب لونه احمر وردي وبعدين يقلب احمر غامق وكده. فهو طالما بدا يبقى لونه اخضر يبقى كده بقى الصوت مظبوط، تمام. فعشان ننهي بقى القصه اللي احنا اتكلمنا فيها اللي هي بتاعت تمام، عشان ننهي القصه بتاعت ان كل الفوركس ما فيهوش فوليوم والكلام ده، احنا اتفقنا ان احنا كل بروكر، لا غير الموقع ده صعب خلاص، هو الويبينار معمول على الموقع. تمام؟ فدي نمره واحد. نمره اثنين، يبقى احنا عشان المعلومه ثابته او القاعده ثابته بالنسبه للكميات، زي ما هنتعرف في الدوره، طبعا احنا في الدوره هندرس كل الكلام ده، هنعرف في الدوره ازاي نقدر نعرف طريقه الاسعار ماشيه ازاي. لسه احنا في عندنا هنا سلايدز موجوده قدامنا هنقدر نتكلم على السلايدز دي كلها، هنغطي كل الكلام اللي موجود قدامنا. على الحاجه الكميه تداول في الفوركس بالذات مش هي الكميات اللي تم تداولها فعلا زي الاسهم اللي هو مثلا 100,000 سهم، 200,000، 30,000، مليون، الكلام ده كله، لا لا لا. الكميات التداول في الفوركس بتبقى كميات اسمها تيك شارت او التيك فوليوم، اللي هو بيبقى عدد الانشطه اللي تمت مش الكميات اللي تم تداولها، تمام. بالنسبه لكل بروكر برضو، يعني كل بروكر عنده ناس تحتيه اللي هم الناس الزباين بتوعه يعني، ودول بيعملوا انشطه شراء وبيع، وبالتالي بيظهر على البروكر نفسه كانه هو المركز الرئيسي حجم التداول بتاعهم بالانشطه مش بالكميات. فالفوليوم اللي احنا بنتعامل بيه هو التيك فوليوم. ان شاء الله لما هنشتغل في الدوره ونعرف
حاجه اسمها نسيج الاسعار والكميات وارتباط النسيج بالكميه، يعني نسيج السعر بالكميات سواء كانت كميات حقيقيه او كميات تيك فوليوم، تمام؟ هنقدر عند اي بروكر، اي بروكر، ان احنا نمشي مع النسيج الصح وهتطلع معانا نفس الايه؟ نفس النتيجه. يعني على سبيل المثال لو انا عندي علامه مثلا معينه في بروكر الف وعندي علامه في نفس المكان في البروكر ب، نتيجه اختلاف الكميات ممكن الكميات تختلف، لكن ثق تماما ان المعنى عند البروكر الف هيكون صح والمعنى برضو عند البروكر ب هيكون صح، لان القاعده واحده، القاعده واحده، تمام؟ نمره اتنين عايز اقوله كمان، ان التيك فوليوم، التيك فوليوم هو اوقع واقوى واكثر دقه من فوليوم الكميات نفسه. يعني التيك فوليوم اللي الناس معترضه عليه او بتقول ان مفيش فوليوم في الفوركس، لا هو اوقع واقوى. يعني حتى في الاسهم لو انت خدت بيانات الاسهم واشتغلت على التيك فوليوم بتاعها، وعلى فكره التيك فوليوم في الاسهم هو عدد الصفقات، كلنا نعرف في الاسهم في حاجه اسمها الكميه وفي حاجه اسمها عدد الصفقات. لو انت خدت الاسعار وخدت عدد الصفقات لكل يوم وعملتهم في شرط، هيطلع لك تيك فوليوم اللي هو عدد الصفقات، اللي هو بيمثل حجم النشاط اللي بيتم من الصفقات شراء او بيع. طيب هنيجي بعد كده نتكلم، ده بالنسبه لحجم التداول اللي هو المصدر الوحيد للمعلومات في الاسواق، وهو يعني المصدر الوحيد بكلمه الوحيد اللي انت تقدر فعلا تطلع منه معلومه حقيقيه في السوق، مفيش فيها نوع من انواع التغطيه او مفيش فيها تلاعب او حاجه زي كده، لان كل الناس عارفه ان المؤشرات اللي بتعتمد على، كل الناس عارفه ان المؤشرات اللي بتطلع على الشارت اللي هي اي نوع بقى من انواع المؤشرات، مع احترامنا طبعا للناس اللي بتستخدمها ومع احترامنا للي عملوها كمان، اللي هو سواء كان ماك دي او ستوكاس، الحاجات دي كلها عباره عن مؤشرات بمعادلات رياضيه. الله يخليك، شكرا يا محمد، تمام. فالمؤشرات دي كلها بتعتمد على انها بتتبع السعر، يعني السعر هو اللي بيرسم وبعدين هي تمشي ترسم وراه، فبيعتمدوا على الاشكال والنماذج اللي بتطلع عليها والكلام ده كله. طبعا الكلام ده كله مش هيبقى معانا في الشغل بتاعنا، لان احنا ما بنشتغلش بالمؤشرات الرياضيه تماما. احنا اهم معلومه عندنا هي حاجتين، مدايات الاسعار، الاغلاق، كميات التداول. طيب الجزء الثاني اللي احنا هنتكلم فيه، طبعا الجزء الاولاني هو حجم التداول، ده تعريف للموضوع، لكن دراسه في كيفيه قراءه حجم التداول بطريقه صحيحه اللي هي الفقره الثانيه ديت، سليم، دي هتبقى جزء كبير معانا جدا في الدوره، تقريبا هتبقى هي تشيل 30 40% من الدوره، لان مش هتقدر تعرف تقرا وتربط الامور ببعضيها الا لما تبقى عارف ازاي تقرا حجم التداول. ففي ناس هتيجي تقول لك مثلا اوكي انا عارف بقى حجم التداول ازاي، لما بيزيد في الحته الفلانيه يبقى كذا. لا 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 لا، احنا هنشيل كل الكلام ده، واللي كان بيقرا حجم التداول لاي ظرف ما، ان هو بيشتغل في اسهم او حاجه زي كده، هيشيل كل قراءاته في حجم التداول اللي هو يعرفها، وهيعرف الطريقه الصحيحه لقراءه حجم التداول وازاي يقدر يربط احجام التداول مع بعضيها، وكل حجم تداول ليه جه في المنطقه دي بالطريقه دي، لان العمليه زي ما احنا قلنا هنعرف قدام في المقاطع اللي جايه دلوقتي ان في حاجه اسمها نسيج الاسعار. نسيج الاسعار ده انا اللي عملته طبعا بعد دراسات كبيره جدا، يعني لمده 12 سنه في المجال وكده، وصلت ان السعر بيشتغل بطريقه نسيج، او السعر بيمشي بطريقه اسمها نسيج الاسعار. الصوت، طيب في حد تاني مش سامع؟ انا عندي هنا المؤشر لونه اخضر، تمام جدا. طب الحمد لله. طيب يا محمد بقى مش عارف الصوت عندك ايه مشكلته. طيب فاي حد اشتغل بحجم التداول هنحيله دلوقتي، وهيبتدي يفهم الطريقه الثانيه او الطريقه الجديده اللي هي نسيج الاسعار. انا سميتها نسيج الاسعار لان انا وجدت ان ده افضل اسم ليها، لان في اماكن معينه للاسعار او اماكن معينه في الشارت بيكون كميات التداول بتيجي بطريقه معينه، فاذا انت عرفت العلاقه وعرفت الشكل والمكان على الشارت هتقدر تفسر ليه الكميه جت بالمنظر ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ارتفاع الكميات وانخفاض الكميات بالنسبه للي قبليها ليه نسيج معين، ما هواش بيرتفع عشوائيا وما هواش بينزل عشوائيا، والسبب في ذلك هو نسيج السعر نفسه، السعر نفسه هو بيتحرك مش بيتحرك عشوائي. في ناس كتير قوي تعرف الموضوع ده، يعني يقول لك الاسعار لا تتحرك عشوائيا، الاسعار تتحرك بطريقه معينه. جميل، ده كلام ممتاز فعلا،
الأسعار لا تتحرك عشوائيا. السبب في ذلك هو سلوكيات التجار. سلوكيات التجار لن تختلف من زمان إلى زمان، وهتفضل طول عمرها تتحرك بنفس الطريق. والدليل على ذلك لو أنت رحت على مثلا البورصة الأمريكاني مثلا سنة 1900، ورحت جبت الشارتات بتاعتها سنة 1900، هنروح بعيد ليه؟ بلاش 1900، هي موجودة من قبل 1900، بس نروح مثلا 1900 مثلا و30، نروح 1927 أيام أو 29 بالتحديد، اللي هي الاثنين الأسود، اللي البلاك ماندي تقريبا، اللي هو اللي حصل فيه سقوط في البورصة الأمريكية. تمام؟ هتجد إن نفس الشكل هو هو دلوقتي، هو نفس الشكل هو هو زمان. مفيش اختلاف. طول ما الناس هتفضل بنفس الأسلوب، طول ما هتفضل إيه الأشكال دي بنفس الأسلوب، فالنسيج هنا بيفضل ماشي معاك بنفس الأسلوب، ما بيتغيرش. تمام؟ جميل. طيب يبقى احنا هنعرف ازاي ندرس الفوليوم، ونعرف بالظبط ايه هي الاجزاء بتاعته الصحيحه مع الربط بالاسعار، لان الموضوع مش منفصل، مفيش حاجه اسمها افصل الكميه عن السعر، هي الاثنين مربوطين مع بعض، فبيكونوا مع بعض حاجه اسمها النسيج. طيب ده السلايد الاولاني. هنيجي بقى للسلايد الثاني. السلايد الثاني مهم جدا، اللي هو كبار التجار لا يريدونك ان تعرف الحقيقه. وده حقيقي فعلا، ان الناس دي فعلا مش عايزينك تعرف حقيقه الموضوع. هم عارفين كويس جدا ان انت لما بتيجي تخش عمليه او بتيجي تخش السوق ده، انت عينك مشدوده ناحيه الاشكال بتاعه الشموع وصعودها وهبوطها، اللي احنا لسه كنا بنقول فيه من شويه، ان انت في حياتك الطبيعيه لو انت تاجر في تجاره معينه، سيارات، ملابس، اي نوع من انواع التجاره، انت بتطبق الفسيولوجيه الصحيحه للانسان، تيجي في الاسواق تمشي بالعكس. طب ليه؟ ليه تمشي بالعكس؟ ما تمشي بنفس الطريقة. فهي الفكرة هنا اللي هيتحكم في الموضوع حاجات تانية، زي حتة إيه مثلا؟ اللي هي الخوف والطمع، وده هيقابلنا لسه هنتكلم عليه كمان شوية، اللي هم أنا سميتهم أعداء التاجر. الخوف والطمع. طبعا مش عايز أقول الجهل بمعنى كلمة الجهل، طبعا يعني، لكن عايز أقوله عدم الدراية أو عدم المعرفة أو التغيير. وصل كده الصوت؟
الو الو، رجع كده. رجع. معلش يا جماعه، معلش معلش، هو مش من عندي والله، فعلا هو فعلا ده من الموقع هو اللي عامل المشكله، ان هو كل شويه ينزل احمر ويطلع اصفر وينزل احمر ويطلع اخضر. تمام. طيب، اعداء التاج اللي احنا اتكلمنا عنهم الطمع والخوف، عدم الدرايه، مش هنقول الجهل يعني، عدم الدرايه والامل الزائف. عدم الدرايه اللي احنا قلنا عليها، ان كبار التجار دول مش عايزينك تعرف الحقيقه، عايزينك تفضل بالمنظر ده كده على طول، متملك منك الطمع ومتملك منك الخوف في نفس الطريقه. مش عارف، هو تقريبا الهوت سبوت بيبقى اقوى، بس انا عندي النت هنا كويس يعني، انا عندي اللي هنا الاجهزه كلها قريبه مني جدا يعني، بس هي تقريبا مشكله الموقع يعني، هي مشكله الموقع، لان انا متابع المؤشر بتاع الصوت او بتاع الاتصال يعني، حتى ساعات الشاشه بتسقط برضه في نفس القصه يعني، هو عمال يديني المؤشر بتاعها. طيب، نرجع لموضوعنا تاني. الامل الزائف ده بقى العدو الجديد للتاجر، اللي هو ايه؟ يعني نفترض ان احنا بقينا كويسين وبنقرا تمام وتمام التمام وماشيين كويس وبنحاول ان احنا نتاجر بطريقه كويسه، يجي بقى يقف قدامنا الامل الزائف ده. الاربع حاجات دول لو تلاحظ هتلاقيهم كلهم عوامل نفسيه. في الدوره ان شاء الله احنا مش هنتكلم فيهم بالتفصيل في الدوره، لكن احنا في الدوره هنعرف ازاي نقدر نقضي على الاربع حاجات دول واحنا شغالين. اللي هيساعدنا في ده في الدوره هي ايه؟ قوه ايمانك، ثقتك باللي انت شايفه. تمام؟ دي واحد. نمره اتنين، الفرق ما بين اللي انت كنت بتعمله واللي انت بتعمله دلوقتي، لما تشوف النتائج مثلا، ان انت بقيت تتطور او لقيت ان الموضوع اصبح واقعي اكتر، هتبدا ان انت تشيل من دماغك الطمع، تشيل من دماغك الخوف بالذات، هتبقى انت انتهيت تماما من موضوع عدم الدرايه، وبعدين هتبتدي تتحكم في موضوع الامل الزائف ده جوه الدوره. يعني في الدوره احنا مش هنتكلم في الكلام ده نظري، احنا هنطبقه عملي عن طريق قواعد برضو معروفه جوه، هنتكلم فيها ازاي نعمل مفيش طمع، ازاي نعمل مفيش خوف، ازاي يبقى عندناش امل زائف. تمام. انت قصدك على كبر ماشي، وكل ان شاء الله في الدوره ان شاء الله بقى، لما الناس تبقى معايا في الدوره هنعمل عن طريق الكيبل على طول، مش هنعمل عن طريق الواي فاي. تزويد بافضل مؤشرات الفوليوم، هي افضل مؤشرات الفوليوم من ناحيه ايه؟ يعني انا بستخدم مؤشر واحد للفوليوم اللي هو مؤشر بيجي من على النت عادي، لكن ممكن نستعيد عنه ونشتغل بمؤشر فوليوم عادي يعني، هو جاست ان الفكره ان هو متلون بس، لكن انا ممكن استطيع ان انا اشتغل بمؤشر فوليوم الطبيعي بتاع اي نص التداول. المؤشر ده اللي احنا بنشتغل ايه، ده معروف وموجود على النت، اللي هو اسمه
رجع الصوت. طب الحمد لله. طب كويس الحمد لله. طيب ماشي اوكي تمام ماشي. متعب قوي موضوع الصوت ده، كل شويه راح رجع راح رجع. طب خلينا نتكلم بقى بسرعه كده قبل ما الصوت يقطع تاني في السلايد اللي قدامنا دلوقتي اللي الناس شايفاه. كيفيه تشكيل نفسيه التاجر لتقبل المبادئ الجديده. طبعا احنا برضو في الدوره مش هنتكلم في الكلام ده نظري، احنا في الكلام في الدوره هنقدر ان احنا واحنا شغالين بمعرفه المبادئ والقواعد والعلامات وازاي نقدر نربط العلامات ببعضيها، هنقدر ان احنا نشكل نفسيه المتدرب معانا بالطريقه دي على ان هو يبعد عن نفسه اي مبادئ كان هو يعرفها قبل كده. اي مبادئ حتى لو كان بيقرا فوليوم قبل كده، احنا قلنا هنجنب كل الكلام ده على جنب وهنبدا نعرف اسلوب جديد تماما ازاي نقدر ان احنا فعلا نشوف السوق بطريقه غير طبيعيه او بطريقه معاكسه تماما لاي حد بيشوفه. الجزء الثاني بقى في السلايد اللي هو كيف تفكر، انماط التفكير، ده اهم حاجه عندي. لان انا هعتبر ان ده هو المبدا اللي بيدور عليه الدوره كلها. خلينا اديكم مثال. خلينا اديكم مثال. بص بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه، لو انت ليك صديق او ليك واحد، يعني واحد اتصل بيك هيجيب لك حاجه تمام؟ وانت ما تعرفش شكله ولا تعرف ملامحه ولا تعرفه خالص، وجي اتصل بيك واخد رقم تليفونك هيوصل لك الحاجه ديت من صديق مثلا، واتصل بيك تمام وقال لك لو سمحت قابلني يوم الفلاني في المكان الفلاني تمام، وما قالكش هو هيبقى لابس ايه ولا هو شكله عامل ازاي ولا اي حاجه خالص. فسيادتك كل اللي هتعمله ان انت هتروح في الميعاد اللي قال لك عليه والمكان اللي قالك عليه وهتقف تستنى تمام. اي واحد معدي في وشك او جاي من بعيد هتفضل تبص على الناس كلها، ده منطقي، انت ما تعرفش انت هتقابل مين. طيب لو هو في التليفون قالك انا هكون شكلي عامل كده ولابس كده، ايه الفرق هنا في هذه الحاله؟ ايه الفرق؟ طبيعي ان انت لما هتيجي تشوفه هو جاي من بعيد انت هتبتدي تمشي تروح له هو كمان تمام، وبالتالي انت هتقصر المسافه ما بينك وبينه. هي دي فكره انماط التفكير. الموضوع باختصار جوه الدوره او جوه الاسلوب ده في التداول هيكون ان احنا عندنا نوع معين من انواع العلامات بنتعامل معاها، ممكن تكون علامه ضعيفه، علامه قويه، يعني فيها تنبؤ بقوه في السوق، تنبؤ بضعف في السوق. مش هناخد العلامه ديت ونمشي معاها على طول، لا مش هناخد العلامه دي ونمشي معاها على طول، لكن هننتظر وهنفكر لها ازاي. لما تكون انت عندك زي المثال اللي انا ضربته ده كده بالظبط، لما تكون انت عارف اللي جاي لك ده ملامحه عامله ازاي، فهنا في هذه الحاله الانتظار هيكون له قيمه اكتر من ان انت تبقى واقف منتظر مش عارف انت منتظر مين وشكله عامل ازاي. ودي مشكله بتواجه بعض الناس. بعض الناس يقول لك انا بشتغل بطريقه معينه وبعدين يجي يقول لك انا عملت كل حاجه بس انا المفروض استنى، اول اخش دلوقتي ولا استنى ولا اخش دلوقتي ولا اعمل ايه، لانه هو مش عارف ايه اللي هيجي بعد كده، هو مش عارف الملامح اللي المفروض تيجي بعد كده. وبالتالي في هذه النقطه هنتعلم ازاي، مش عايز اقول ب100% لان مفيش حاجه 100%، بس ازاي فعلا بنمط تفكيرك انت في مشكله ما او في علامه معينه او في وضع معين ان انت تقدر تستنى حاجه انت هيبقى عندك نسبه تاكد مثلا بنسبه 80 الى 90% انها هتحدث، هتحدث هتيجي هتيجي كده، هي هتيجي تمام. طب ايه اللي اكد لي الكلام ده؟ اللي هياكد لي الكلام ده هو النسيج بتاع الاسعار بره، لان احنا هنتعلم ازاي نقدر ان احنا ممكن نستنبط اللي جاي بعد كده، ازاي نقدر نستنبطه في شكله. طب هل في فعلا قاعده تقدر تخليك تستنبط اللي جاي في الشكل؟ نعم، يوجد هناك قاعده تخليك تقدر تستنبط الحركه اللي جايه، مش الحركه كاتجاه بقى، انا ما اقصدش الحركه كاتجاه صاعد او هابط، مش مساله ان انت تتنبأ بالسعر رايح فين، لكن انا بتكلم ان انت تتنبأ بالشكل الاجمالي اللي ممكن تاني مثلا شمعه وراك تقفل عليه، ممكن تقفل بالمنظر ده. وبالتالي لما تركب الاسباب على بعضيها وتقول ان انت عندك سبب معين المفروض يترتب عليه حاجه معينه وتظهر هذه الحاجه، يبقى انت كده ماشي مظبوط، يبقى انت كنت مستني حاجه ليها ملامح وظهرت قدامك في الافق، يبقى انت عرفت ان انت ماشي على الخط الصحيح. اللي انا عايز اقوله
علشان الموضوع ده احنا هنتكلم فيه في الدوره. الموضوع ده يخش في نسيج الايه؟ نسيج الاسعار. كيف تفكر؟ انماط التفكير دي هتبقى مهمه معانا جدا، لان دي قائم عليها الدوره كلها. لان انا هنجهز الناس، ان انا مش عايز الناس انها تتعلم في الدوره ديت ان هو ياخد نماذج زي اي طريقه في الدنيا، ياخد نماذج ويطبق النماذج مع بعضيها وكده يبقى نبيع ونشتري. لا، هي الموضوع مش كده خالص. عايز الناس تاخد الموضوع وهو كده، ان هو لوجيك. يعني ايه لوجيك؟ يعني منطق، انت بتفكر بالمنطق بس بناء على قاعده، مش منطق مطلق مفتوح. لا، انت عندك قواعد بتحكمك. يعني معلش بس هو السؤال ده انا هرد عليه بسرعه كده، احنا مش هنلغي العرض والطلب، مش هنلغي العرض والطلب، يعني دي هنتكلم فيها في السلايد اللي جاي لسه، تمام؟ فانت هيبقى عندك منطق بتفكر بيه، ازاي انا ارتب افكاري. فاحنا هنتكلم على ترتيب الافكار، اولويه الافكار، يعني المفروض افكر في ايه الاول قبل ايه، ما افكرش في حاجه قبل حاجه، هرتب الفكره الاول. يعني شفت كذا يبقى لازم افكر الاول كذا وبعدين ارجع افكر بعد كده كذا. الموضوع ده انا طورته بسبب نسيج الاسعار. نسيج السعر هو اللي هيحكم عليك ان انت تنمط افكارك، تخلي فيه نمطيه في الفكر، تمام؟ باذن هناخد امثله في الدوره طبعا، انا بتكلم هنا مطلق، يعني ازاي هنفكر بطريقه صحيحه. لان زي ما انا قلت لكم العمليه ما هياش عمليه مبادئ بتطلع على الشارت، ضعيفه قويه هنا، اختبر هنا، سوى هنا، عمل شيك اوت هنا، عمل خلخله هنا، تلاعب بالسعر هنا، كل الكلام ده جميل. بس ازاي انت هتحط الكلام ده كله في اطار؟ عن طريق ان انت ترتب افكارك. اذا رتبت افكارك انت هتمشي مع النسيج السعري زي الموجه كده بالظبط، هتبقى عارف انت ممكن ينزل يطلع، انت ممكن ينزل وامتى ممكن يطلع. في طريقه كده، في طريقه كده عن طريق نسيج الاسعار هنعرف النسيج ده بيبقى بيتركب ازاي. طيب هنيجي بعد كده على النسيج الاسعار بقى، هنتكلم عشان السؤال اللي لسه كان مسؤول دلوقتي ان هنلغي العرض والطلب كاستراتيجيه. لا، انا مش عايز اتكلم كاستراتيجيه يا جماعه. الاستراتيجيه على الناس ما عارفاها انها مجموعه مؤشرات ومجموعه قواعد وقوانين تتركب على بعضيها تديك اشتري او بيع. لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان هتقرا السعر بنسيجه هتبقى عندك توقع اكبر او كفاءه اكثر في اختيار الاماكن الصحيحه اللي ممكن يكون فيها تغير في خصائص السعر. وحط تحت كلمه خصائص السعر دي مليون خط، لان الكلمه دي هتتكرر معانا كتير. خصائص السعر اللي هو جايه من نسيج الاسعار، الخصائص. هل السعر ليه خصائص؟ هل لما يتغير ليه خصائص؟ هل لما هيقلب في الاتجاه المعاكس ليه خصائص؟ هل الخصائص دي هي علامات؟ لا، العلامات ما هياش الخصائص، العلامات هي التي تدل على الخصائص، تمام؟ فلما هنرتب احنا مع بعضينا النمط التفكيري بحيث ان انت تبقى عايز تشوف حاجه معينه، الحاجه دي هيحصل وراها حاجه تانية بس مش عشوائيه. يعني بما معناه ده حصل، يعني تعالوا نفكر فيها باسلوب تاني. انت عندك مثلا ايه؟ في حاجه اسمها منتج، ميم نون ت جيم ضم على الميم، منتج. ومنتج، ميم نون ت جيم ضم على النون فتحه الت، منتج. ومنتج، لو انت عندك حاجه تم ظهورها على الشرط فهتعتبر بالنسبه لنا منتج. بالضروره هذه الحاجه هتنتج شيء معين. الانتظار ما بين الفتره ما بين المنتج والمنتج دي فتره انتظار، زي ما ضربنا المثل بتاع الراجل اللي واقف مستني واحد عارف الملامح بتاعته. عشان في ناس كتير قوي عندها مشكله كبيره جدا في موضوع الانتظار، هم عايزين ينطوا في السعر وخلاص، يخشوا جوه السوق وخلاص. وفي ناس تانيه بتزهق. قلنا لما تقعد تستنى واحد انت مش عارف ملامحه هتزهق، لكن لما
طب انا مش عارف اعمل ايه في رجع. طب والله كويس الحمد لله. ماشي يا استاذ وائل، رجع الصوت. الناس التانية سامعني زي وائل؟ طيب حلو حسن، استاذ حسن ماشي اوكي. طيب نرجع بقى نتكلم تاني، ردا بقى على السؤال اللي كان موجود اللي هو نلغي العرض والطلب. لا، احنا عندنا نسيج الاسعار هيتكون من 3 حاجات مهمين جدا. احنا اتفقنا ان احنا هنعرف في الدوره ان في حاجه اسمها منتج ومنتج. يعني ايه؟ يعني لما تظهر حاجه قدامك بالتاكيد لازم هتنتج شيء تاني، تمام؟ او هتنتج حاجه معينه، وبالتالي لو ما انتجتهوش يبقى في حاجه مش مظبوطه. كل ده هنعرفه في الدوره بالقواعد والقوانين. اتكلم بقى على نسيج الاسعار. نسيج الاسعار عندنا 3 قواعد هم اللي بيتحكموا في الاسعار. وعلى فكره قواعد ديت قواعد كونيه، يعني مش احنا اللي عاملينها، دي قواعد يعني كون معموله في الكون. مسجله ان شاء الله يا استاذ محمد. نسيج الاسعار 3 قواعد مهمين جدا بيتحكموا في نسيج الاسعار. اول قاعده واهم قاعده فيهم وديت معروفه يعني كلنا خدناها اللي دخل الاقتصاد وكل الناس عارفاها، هي قاعده العرض والطلب، سبلاي اند ديماند، معروفه. ودي اهم قاعده ودي اللي قايم عليها برضو الموضوع بزخم كبير جدا. مع ما ننساش بقى مع ان احنا هنتكلم في كيف تفكر، كيف تفكر، وكيف تفكر دي هتقضي لك تماما على الملل من الانتظار، ان انت مش منتظر كده وخلاص، انت منتظر لسبب ما. يعني الانتظار هيبقى جزء من عملك وليس هو شيء بيخليك انت متضايق او زهقان او شيء زي كده. فهيبقى عندنا اول حاجه من نسيج الاسعار هي العرض والطلب، الحاجه الثانيه السبب والاثر، والحاجه الثالثه هي المجهود والنتيجه. انا هنقول العرض والطلب اهم واحده، المجهود والنتيجه هي اللي تيجي وراها. السبب والاثر ده قاعده عامه، ان انت لما يكون عندك منتج ويجي لك المنتج يبقى لابد ان يكون في سبب في هذا الموضوع، وطالما وجد السبب وجد الاثر. يعني اذا في سبب لازم يكون في اثر، تمام؟ طيب ناخد مثال صغنن كده هنقوله. كلنا عارفين ان، او ممكن تكون في ناس عرفت قوي، ان السعر بيمشي بمبدا التجميع والتوزيع اللي احنا عارفينه والناس عارفاه باسلوب وايكوف والكلام ده كله. على فكره يا جماعه وايكوف ده راجل قديم جدا من سنه 1900 ودي الطريقه بتاعته هو اكتشفها، يعني هو مش اخترعها، هو اكتشفها في السوق، تمام؟ تمام. طيب وايكوف كان بيقول ان لما يكون في سبب اللي هو منطقه التجميع يحصل أثر بالمنتج ده كده، ولما يكون في سبب توزيع كده هو بس دي فكره كلها. يعني لو صور ست منطقه او توزيع لابد في قرب دوره منطقه يكون في تغير كسب سبب تغير على مين. ما فيش صوت. تمام رجع يعني الصوت. الحمد لله قاعد معايا انت وائل على طول. تمام شغال، تمام مش شغال. طيب يبقى اذا وجد السبب اللي هو العرض والطلب التوازن ما بين العرض والطلب هيوجد الاثر. وايكوف اشتغل في الحته دي اللي هو بيحاول بالتالي تقدر من هذا الطريق ما بين عرض عن طريق السبب بيتشكل بطريقه معينه، فيقدر يعرف الطريقه اللي بيتشكل بيها هذا السبب او في معادله او العرض هو اللي اكتر. صوت الصوت الصوت
تمام. تمام. طيب. هنقول حاجة بس زيادة هنا. دلوقتي اللي احنا عارفينه بالنسبة في ناس هتبقى فاهمة الموضوع ده وفي ناس لسه هتبقى هتفهمه، إن مناطق التجميع والتوزيع اللي هي بنقول عليها طريقه وايكوف، ان السعر بيمشي بنسيج معين بس مش النسيج بتاعي، نسيج تاني اللي هو الثانيه، حصل توزيع، حركه هابطه، وهيمشي بالقشره. طيب نرجع لكلمه كنا قلناها من شويه، هي خصائص السعر. خصائص السعر ده اللي احنا اطلقنا عليه في الخصائص وهو هابط. الصوت فاهم نقطة في الو حد سامع طبعا. تمام. ها طب متشكرين يا استاذ وائل. انا ماشي اوكي تمام. طبعا في ناس زي ما بقول احنا طبعا في ناس بتشتغل بطريقه وايكوف او عارفين وايكوف يعني بداوا فيها وكده. انت عندنا طبعا استاذ وائل هنا معانا زميل لينا يعني، طبعا هو شغال في دوره وايكوف اليومين دول، فطبعا اللي عايز يستفيد منها هيتعامل مع استاذ وائل او ايه او يشوف الدوره بتاعت استاذ وائل. تمام.
يبقى احنا وصلنا دلوقتي انه تغير الخصائص بيكون على بدايه الحركه اصلا، يعني اللي بيشوف حركه صاعده او حركه هابطه، تغير الخصائص على الترند نفسه هي اللي بتؤدي الى ظهور علامات او مناطق التجميع والتوزيع. طبعا احنا في الدوره هنعرف كيف تتغير يعني. في حد تاني سامع؟ انت بس اللي سامع يا استاذ وائل؟ بس؟ طيب تمام كويس. خلاص؟ يبقى احنا دايما هنبقى فاهمين ان في حاجه اسمها التغير في الخصائص، يبقى اذا احنا قلنا ايه؟ طيب في حاجه بقى هنقولها كده زياده دلوقتي، انه التجميع والتوزيع ودي معلومة زميلنا، هنتعرف من قبل حركه وايك اوف اصلا امتى ممكن تتغير الخصائص بتاعت الترند، بحيث ان هو كمنتج يقدر ان هو ينتج هذه المناطق العرضيه غريبة. يعني عندي مؤشر الشركة أصلا يعني على الآخر خمس، هيروح فين بعد كده؟ طب المرة الجاية إن شاء الله مش هشغل الواي فاي، حاضر، هحط الكيبل، حاضر، وهعمله تيذرنج كمان بالموبايل عشان يبقى أقوى. تمام؟ ال 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 الحتة دي بقى بنتكلم عنها اللي هي بتاعت الخصائص، إنها بتتغير مع صعود الأسعار ومع هبوط الأسعار، ده معناته إيه بقى؟ ده هيفيدنا جدا قدام، وده هنتكلم فيه برضه في الدورة. الدورة هتبقى هي دائرة المبادئ الأساسية بتاعتها. إحنا هنتكلم في القصص دي طبعا بالتفصيل بقى، في الدورة إحنا هنتكلم بالتفصيل يعني. وائل الصوت موجود؟ وحيد مفيش؟ ما تقلقش، تمام؟ طيب. طيب جميل قوي. الميزه بقى اللي بتيجي اللي موجوده في الشرط اللي احنا كنا يعني في الدوره، ان في حاجه اسمها التجزؤ، قاعده التجزؤ، ان الناس تعرفها او ممكن محدش يكون عارفها قوي، اللي بيسموها الماركت از فراكتال. فراكتال يعني ايه؟ يعني الماركت متجزئ من بعضه، يعني ما هواش كتله صلبه مع بعضيها. كل كتله في الماركت، كل كتله في الماركت مكان تقدر ان انت تجزئه.
والميزه بقى ان انت لما تجزأ هذه الكتله تجد انها هتنتج نفس الخصائص. يعني على سبيل المثال مثلا لو انا خدت مثلا شمعه زي دي وجيت قطعتها وخدت الاجزاء بتاعتها، هجد ان كل الاجزاء فيها نفس الخصائص بالنسبه للحركه السعريه وبالنسبه للكميات. وهنا هيكون الميزه بقى اللي احنا هنستخدمها في التداول بالكميات، ان احنا هنستخدم في ميزه تعدد الفواصل الزمنيه. طالما ان انت لما تقدر تجزأ الحركه الكليه زي كانك كده تعمل كانك تولد تطلع لك اطفال صغيرين، الاطفال كلهم شبه بعضيهم كلهم فاهمين، لان انت نفس صغير هتقدر ان انت تتنبأ بالمنتج. لو احنا اعتبرنا ان الشمعه اللي احنا معلمين عليها على الشاشه ديت هي المنتج وقدرنا ان احنا نوصل منها لمعلومه معينه، يبقى نستنى منها على الفريمات او الفواصل الزمنيه الاقل منتج يؤكد هذه المعلومه، نمره واحد ينتسب اليه، نمره اثنين يكتسب خصائص معينه منه، نمره ثلاثه. تمام؟ وبالتالي في الدوره هنعرف ان احنا لما هنيجي نجزأ الفواصل الزمنيه هنجزأها بطريقه معينه. مش اي تجزيء ممكن يديك اللي انت عايزه. فانا هقول التجزئه بتاعتي، بس انا طبعا هنصح في الدوره بالطريقه دي ان انت تجزئ بنفس الاسلوب. هنجزئ دايما اثنين، النص 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 النص. تمام؟ ما عدا في الفاصل الزمني اليومي مش هنجزئه اثنين. يعني بما معناه هتبقى بالظبط كده الفواصل الزمنيه كالاتي: اليومي 4 ساعات، ساعتين، ساعة، 30 دقيقة، 15 دقيقة. الست فريمات دول الفواصل الزمنية دول من أول 4 ساعات، ساعتين، ساعة، 30، 15 دول هيبقوا 5. دول متجزئين صاص. طب أنت عايز تشتغل على فصل زمني تاني 6 ساعات هتجزئه نصاص 6، لازم تقسمه 2 يبقى 3، بحيث إن كل شمعة على الفصل الزمني الكبير تتقسم 2 على الفصل الزمني الصغير. ليه بقى؟ ليه السبب؟ عشان كده هتبقى أسهل بالنسبة لك إن أنت تقسم حركة السوق لحركة من شمعتين فقط. لأن معظم المبادئ إذا ما كانتش 90% منها بتعتمد دائما على حركة من شمعتين فقط. تمام؟ يعني معناه لو أنا عندي ده فاصل زمني 4 ساعات مثلا أو يومي، نعتبر إن هو 4 ساعات، نجيب ال4 ساعات. بالمنظر ونيجي نمسك مثلا شمعه زي دي ونيجي نقسمها على فريم الساعتين، نجد انها ممكن تديني اكتر من تكوين. كله يمشي يا فندم لو انت باحث اقتصادي بتدرس في اسعار الطماطم وجبت اسعار الطماطم في الاسواق وشفتها بتطلع وبتنزل ازاي وجبت احجام التداول عليها، هتحصل على تنبؤ باسعار الطماطم القادمه في المستقبل. اي سوق، اي سوق، بقول تاني، اي سوق، المبدا واحد، الفسيولوجي واحده. فاحنا لما نيجي نقطع الشمعه دي اثنين هتنتج منها شمعتين. بس طبعا
صوت وائل، صوت هو ده. تمام؟ ممتاز. في حاجة مهمة جدا، احنا قلنا ان احنا لما هنقسم الشمع نصين، تمام؟ هينتج عندي مكان سعر الإغلاق. يعني على سبيل المثال لو انا عندي شمع زي دي، مكان سعر الإغلاق بتاعها في المنطقة دي، يبقى هنشوف ايه النص التاني اللي فيها اللي سبب هذا الإغلاق. يوم يظهر عندنا حاجة غريبة جدا، ممكن الشمع اللي احنا معلمين عليها تظهر بالمنظر ده كده. مننا لو فكيتها زي ما احنا قلنا هتبقى واحده كده واحده كده، اي، وتعمل نفس الاغلاق ده هنا كده. سليم؟ يبقى انا عرفت عند منطقه المقاومه ديت في طب انا قفلت كده ال مش الو ما رجعش الصوت. طيب تمام خلاص اوكي تمام. يبقى احنا هنتعلم ازاي نقدر نعمل عمليه الايه. انا قفلت الشاشه يا جماعه عشان الصوت يستمر بقى، انا مش عارف يعني. فهنعرف في الدوره ازاي نقدر نعمل تقطيع، او نقدر نعمل عمليه السبليتنج اللي هي ازاي نقدر نعمل عمليه قطع او تفصيل للفواصل الزمنيه، لان دي طبعا دي من اهم الحاجات اللي هتكون مفيده جدا في الموضوع ده. طيب هنتكلم بعد كده على المثال اللي بعد كده اللي هو المجهود والنتيجه. عايز اتكلم على طبعا بالتاكيد نفس الكلام في الكوتشنج، وهو نفس الكورس يعني. تمام، المجهود والنتيجه. طبعا انا مش فاتح الشاشه، بس انا كنت عايز اشرح مثال المجهود والنتيجه لان ده مهم جدا.
لان ده يعتبر منطق من المنطق اللي المفروض احنا نفكر بيه من اللي احنا قلنا عليه بالاول، اللي احنا قلنا هنرتب الافكار وهنرتب المنطق ونتعلم ازاي نفكر في السوق، مش نفكر اي حاجه كده وخلاص. فهضرب مثال صغير قوي لمجهول ونتيجه. لو افترضنا ان احنا عندنا جسم معدني او كتله معدنيه او ايا كان هذا الجسم، طوبه او حجره او ايا كان، تمام؟ اوكي؟ وجيت انت من عايز تعمل عمليه دفع للامام لهذه الطوبه، فهتعمل ايه؟ هتبذل مجهود. المجهود ده اسمه قوه، هنسميها قاف. المجهود اللي انت بتبذله بتعمل بيه قوه على الجسم ده فبتدفعه الى الامام. المجهود اللي انت بتعمله المعروف اللي هو قاف ديت بتدي نتيجه لتحرك الجسم لمسافه 1 متر. جميل؟ طيب هنعمل زائد هنضيف قوه، هنحط قاف كمان. لما نحط قاف تمام ثانيه، على طول حط في دماغك كده ان كميه التداول او حجم التداول هيزيد بمقدار القاف الجديده. يبقى حجم التداول كان قاف بقى قاف زائد قاف. يبقى المفروض الجسم يتحرك قد ايه؟ قاف واحده تحركه للامام 2 متر، 1 متر. لما نضيف قاف كمان يعني نزود كميه التداول يعني نزود المجهود، المفروض يتحرك 2 متر. مظبوط، تمام، كلام محترم. طب ما تيجي نزود قاف كمان، اول لما اقول زود قاف دماغك تروح على طول الفوليوم ايه؟ يزيد، كميه التداول تزيد. هنزود قاف كمان يبقوا 3 قاف، يروحوا كام؟ 3 متر، تمام؟ يبقى كل قاف بتزيد في الفوليوم، كل قاف بنضيفها للفوليوم، الفوليوم بيزيد بمقدار القاف الزياده. ينتج عنه نتيجه. ايه النتيجه؟ يتحرك الجسم 1 متر. ما فيش صوره انا قافلها. الجسم اللي بيتحرك 1 متر 1 متر 1 متر نتيجه ان كل قاف في الفوليوم بتزيد، يعني كل قوه في الفوليوم بتزيد او كل مجهود بيضاف الى الفوليوم، تمام؟ حركه الجسم ده هو حركه الاسعار. فاذا كان مثلا على سبيل المثال الحركه صاعده، فاضفنا قاف مجهود تحرك السعر اعلى بمقدار معين، اضفنا قاف تحرك الى السعر الاعلى بمقدار معين برضو او مساوي للمقدار اللي فات، اضفنا قاف تاني، كل ده الفوليوم عمال ايه؟ يزيد. طب تعالى بقى المره دي نضيف قاف كمان، يبقى 4 قاف. حط القاف الاخيره رقم 4. بدل ما السعر يتحرك الى الامام 1 متر، تمام؟ تحرك نص متر. يبقى ده معناته ايه؟ بالمنطق كده فكر فيها. لو انت بتدفع الجسم ده بالمنظر ده واضفت نفس القاف نفس القوه، تمام؟ ايه اللي المفروض يحصل؟ بدل ما الجسم يروح فارميلو، الله ينور عليك. يبقى ازاي نربط ما بين زياده الكميه وان زياده الكميه لا تنتج نتيجه كما كانت تنتج نتيجه في السابق؟ طب ده في حاجه ثانيه بقى. طب حط قاف كمان رقم 5، حط قاف كمان، حط قاف كمان رقم 5. ما عندنا 5 قاف، قاف 1 قاف 2 قاف 3 حركتنا، قاف 4 ما بقيناش بنتحرك زي الاول، بنتحرك نص المسافه. طب حط قاف كمان رقم 5، بدل ما تتحرك للامام اصلا اتحركت للخلف، رجعت ناحيتي. يبقى انا عمال ابذل في مجهود وانت عمال ترجع ناحيتي. انا عمال ابذل في مجهود احط قاف، طب لما احط قاف زياده كمان 6 الاقي يرجع اكتر ناحيتي، تمام؟ يبقى اذا الاستنتاج هنا يكون ايه؟ لابد ان فيه قاف اخرى في الناحيه الثانيه هي اللي بتوزن او بتتفوق على المجهود اللي انا عملته. طيب ماشي. رجعت. تمام.
يبقى اذا معنى كده ان هناك قوه مضاده بدات تدخل علينا، وبالتالي هذه القوه بالتاكيد لابد انها تكون بتمارس مجهود اكتر من القوه اللي موجوده اصلا اللي بترفع الاسعار. تمام، ده المبدا اللي احنا بنتكلم فيه. فهنتعرف في الكورس على حاجه مهمه جدا، عشان احنا هنبدا ننهي بقى الويبينار ونعمل ترخيص ونشوف لو في حد عنده اسئله، ان في قاعده مهمه جدا، ان عندما يظهر الضعف او عندما يظهر البيع يظهر في الارتفاع في الاسعار، يعني على الشموع الصاعده، وعندما يظهر الشراء يظهر على الشموع الهابطه او على الانخفاض في الاسعار. هنجاوب على الاسئله حاضر، بس احنا هنقفل الكلام ده، احنا فاضل لنا سلايد واحد بعد المجهود والنتيجه خلاص. تمام، السلايد اللي بعد كده هنتكلم عن حاجه اسمها الخلفيه، والخلفيه ديت بالتعريف بتاعها كده بالظبط، هي بالظبط كده الاحداث، خلي بالك، اللي هي الخصائص. الخصائص أو الأحداث التي تمت في آخر حركة للسعر على يسار الشرط وتسبب تغير في الخصائص. يبقى في فرق ما بين الأحداث والخصائص. الخاصية هنعرفها، الخصائص دي احنا هنعرفها. الحدث هي مجموعة خصائص مع بعضيها عملت منتج. تمام؟ فتصبح بالنسبة لك اسمها الخلفية. طب هنحدد الخلفيه ازاي؟ في طرق لتحديد الخلفيه، وفي قاعده في تحديد الخلفيه اسمها قاعده البار الواحد، ان كل بار واحد على الشرط يمثل خلفيه ليك مباشره. وفي حاجه اسمها الخلفيه البعيده، وفي حاجه اسمها الخلفيه القريبه اللي هي خلفيه البار الواحد. تمام؟ دي اللي هي اسمها الخلفيه، ودي اهم حاجه، لان هي دي اللي بنحدد من عليها الفكره كلها، ان لما بتحصل عندك خلفيه معينه عن طريق مثلا لو الاسعار كانت بتصعد، بدا العرض يخش على السعر، بيدخل على الاسعار الصاعده، بيبتدي يكون لك خلفيه. يبقى بدا يبقى عندك هنا حاجه اسمها علامه ضعيفه. العلامه الضعيفه هتستمر في استمرار ضعف السوق الى ان يستطيع السوق ان هو يرجع تاني يحط علامه قويه مره اخرى. تمام؟ ده باختصار كده، يعني مش احنا يعني ما نطولش على الناس. دي هي الملامح الرئيسيه اللي هنتكلم فيها في الكورس. طبعا في يعني وضع معين في الكورس، هيبقى فيه ترتيب، هيبقى فيه طبعا تفصيل، لان احنا بنتعلم اسلوب جديد. تمام، ولغايه هنا عند منطقه الخلفيه او وضعيه الخلفيه او الكلام عن الخلفيه، اقدر اقول ان كده اللي انا عايز اقوله النهارده بالنسبه للتقديم للكورس انتهى. دي اهم الملامح اللي هنتكلم فيها. تمام، عايز اقول لكم كمان يا جماعه ان احنا معانا وائل متخصص في وايكوف، معانا زميل لينا تاني اسمه حسن متخصص في السوق السعودي بنفس الاسلوب، معانا محمد عرب
متخصص في نفس الاسلوب اللي هو الفي اس اي برضو. طبعا بحب اشكر بي برو تريدر انها اتاحت لنا الفرصه ان احنا نتكلم مع الناس ونحاول ان احنا نوصل لهم المعلومه، وبشكر كل اللي موجودين معانا. هنبص على الاسئله كده في السريع علشان نحاول ان احنا نعمل عمليه تلخيص سريعه، واللي عنده سؤال يقول علشان احنا قدامنا بالظبط في حدود 5 دقائق، فاللي عنده سؤال يقول. في حد عنده سؤال؟ السؤال بتاع محمد عبد الله انا جاوب هبدأ بيه، يعني الاغلاقات لها معنى مع كسر الهاي واللو مع الفوليوم، كل شيء ليه معنى. لما هنتعرف ان شاء الله على نسيج الاسعار هنقدر ان احنا نفهم الدنيا دي هتمشي ازاي. الغرفة بتاعت اخ محمد، موضوع الزيور والحاجات ديت لما هنعرف مع بعضيها علشان تعطي طابع معين من الشكل العام. في اي اسئله تانية؟ طيب اوكي. طيب علشان احنا كده وقتنا انتهى، انا بقول لكم يا جماعه اتشرفت جدا بيكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الموضوع، وان شاء الله نشوفكم على الغرفه بتاعتنا بتاعت التليجرام اللي هي هقولها تاني، اللي هي https://t.me/volanalysis عشان طبعا انا مش هقدر اشارك الشاشه تاني عشان الصوت اصلا ممكن يكون مش شغال، فنحب ان احنا نشوفكم هناك عندنا. اشكر تاني زملائي محمد عرب، وائل، وحسن، واشكر كمان بي برو تريدر انها اتاحت لنا الفرصه ديت. ايوه تمام، شكرا يا وائل، شكرا. تمام خلاص يا جماعه، اوكي يلا انا استودعكم الله ان شاء الله، ونتشرف بكم ان شاء الله على الروم بتاعتنا في التليجرام. الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.